بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا كنا خلصنا لحد الإصحاح الثالث، والنهاردة ناخد الرابع ويمكن كمان مع الخامس. هو يعني الأحداث سريعة كده، هنقف عند وقفات صغيرة لكن مش هنوقف كتير يعني في الأحداث، لأنها ما هيش الأحداث اللي ما فيهاش يعني حاجات كتير أكتر من تاريخ يعني. ولما سمع ابن شاول أن أبناير قد مات في حبرون ارتخت يداه وارتاع جميع إسرائيل. وكان لابن شاول رجلان رئيسا غزاة، اسم الواحد بعنة واسم الآخر ركاب ابن رمون البئيروتي من بني بنيامين، لأن بئيروت حسبت لبنيامين. وهرب البئيروتيون إلى جتايم وتغربوا هناك إلى هذا اليوم. وكان ليوناثان ابن شاول ابن مضروب الرجلين، كان ابن 5 سنين عندما جاء خبر شاول ويوناثان من يزرعيل. فحملته مربيته وهربت، ولما كانت مسرعة لتهرب وقع وصار أعرج، واسمه مفيبوشث. احنا عندنا ابن شاول اللي هو الكبير اللي هو إشبوشث، ده اللي هو ملك مكان أبوه، ملكه رئيس الجيش. وعندنا ابن يوناثان مفيبوشث، الاسمين شبه بعض. مفيبوشث ده ابن يوناثان، يعني شاول يبقى جده، وده ظروفه انه وقع وهو صغير واتكسر وأعرج، طول حياته كان أعرج. وبعد كده بيقول انه الملك اللي مسك مكان ابوه يعني إشبوشث ده كان عنده 2 رؤساء غزاة، يعني زي مسكين قادت جيش، يعني قادت جيوش داخليه. فبيقول وصار ابن رمون البئيروتي ركاب وبعنا، ودخل عند حر النهار الى بيت إشبوشث وهو نائم نومه الظهيره، فدخل إلى وسط البيت ليأخذ حنطة وضرباه في بطنه، ثم أفلت ركاب وبعن أخوه. فعند دخولهما البيت كان هو مضجعا على سريره في مخدع نومه، فضرباه وقتلاه وقطع رأسه وأخذ رأسه وسار في طريق العربة الليل كله، وأتى برأس إشبوشث إلى داود إلى حبرون، وقال للملك اللي هو داود يعني هو ذا رأس إشبوشث ابن شاول عدوك الذي كان يطلب نفسك، وقد أعطى الرب لسيد الملك انتقاما في هذا اليوم من شاول ومن نسله. فأجاب داود ركاب وبعنة أخاه ابني رمون البئيروتي وقال لهما: حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيق، أن الذي أخبرني قائلا هو ذا قد مات شاول وكان في عيني نفسه كمبشر، قبضت عليه وقتلته في سقلغ، ذلك أعطيته بشارة، فكم بالحري إذا كان رجلان باغيان يقتلان رجلا صديقا في بيته على سريره. فالآن أما أطلب دمه من أيديكما وأنزعكما من الأرض. وأمر داود الغلمان فقتلوهما وقطعوا أيديهما وأرجلهما وعلقوهما على البركة في حبرون. وأما رأس إشبوشث فأخذوه ودفنوه في قبر أبناير في حبرون. مجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس. حاف بس عنده نقطتين في الإصحاح ده. النقطة الأولى أن في بعض الناس بيبقى لهم أغراض شخصية وطمع في الدنيا، وفي ضوء كده يمشي مع الرايجة، يمشي مع الكبير اللي هيستفاد منه. إشبوشث مسك الملك، بقوا بتوعه واشتغلوا عنده. طيب القائد الكبير بتاع الجيش مات، وإشبوشث اتكسر خالص ومعنوياته في الأرض، وزي ما بيقول لنا في الإنجيل ارتخت يداه. لا، ده ما يلزمناش بقى، احنا نروح نشتغل مع ايه؟ مع داود. الخطورة في كده كمان انه الإنسان احيانا سواء يعني بقصد او بغير قصد بيحاول يحط غطاء
لتصرفاته بأن ده شغل ربنا وأن هو بيشتغل بحسب إرادة ربنا. يعني أنت تروح تقتل واحد نايم في بيته وتقول إرادة ربنا؟ يعني أنت ترتكب جريمة وتقول ربنا بيستخدمني؟ أنت بتقول إيه؟ في ناس تعمل كده في وسط أسرة، في وسط كنيسة، في وسط مجتمع، يقول لك وهو له غرض، يعني عشان حاجة جاية على هواه أو حاجة لمصلحة خاصة بيه، ويصمم يعمل كده، بيقول لك هو ربنا، ربنا بيستخدمني. حبيبي ربنا بريء من اللي انت بتعمله، ربنا ما يستخدمكش. فكرني بالجماعة اللي كانوا بيتكلموا بألسنة وبيشوشروا في الكنيسة، في كنيسة كورنثوس كان في مجموعة بتتكلم بألسنة ويعملوا شوشر، بيقولوا دي من ربنا. فمعلمنا بولس الرسول وبخهم وقال لهم الله إله سلام وليس إله تشويش. اللي انتوا بتعملوه ده تشويش. لو واحد يتكلم بلسان كله يسكت، واحد يترجم جنبه كلمة بكلمة، وإلا يسكت خالص، ما يعودش يستعرض أنه هو بيتكلم بألسنة. أريد أن أقول 5 كلمات بذهني أفضل من 10,000 كلمة بلسان لغة غريبة، ويكون كل حاجة للبنيان. أهم حاجة الموهبة اللي ربنا بيديها لنا نستخدمها للبنيان، مش للهدم، مش للتشويش. فموتوا ابن شاول إشبوشث وقطعوا راسه بدم بارد وهو نايم، واخدينه ورايحين لداود ويقولوا له ايه؟ يقولوا له احنا جايبين لك عدوك، هو ذا رأس إشبوشث ابن شاول عدوك الذي كان يطلب نفسك. بيبرروا فعلتهم. ومين قال ان داود كان بيعتبر شاول عدو؟ مين قال؟ شاول كان بيعتبره عدو لأنه شرير وجواه غيرة وجواه حسد وساب الشر يتملكه، فبيعتبر داود عدو. لكن داود ما كانش بيعتبر شاول عدو، كان بيكرمه، بيعتبر أنه ده الملك الممسوح من الله، وبيكرمه آخر إكرام، وحماه أكتر من مرة. مين قال ان داود بيعتبر ان شاول عدو؟ هم اولاد ربنا اصلهم كده برضه، الناس تعاديهم لكن هم بيعتبرهمش اعداء، بيحبوهم. فاهمين انتوا الايه بتاعت احبوا اعدائكم؟ احنا عندنا كمسيحيين ما عندناش اعداء، اعدائنا هم الشياطين بس. طب ومن مين اعدائنا؟ اعدائنا يعني الناس اللي بيعادونا، اللي بيعتبرونا أعداء ليهم، إحنا نعتبرهم أحباء لينا ونحبهم. وإذا جاء عدوي أطعمه، وإن عطش إيه أسقيه. فهم جايين يقولوا له عدوك، قال لهم أنا ما طلبتش منكم حاجة زي كده، وأنا ما شاول ده مين قال إنه هو عدوي؟ ده كان مسيح الرب، وإذا كان هو عمل أخطاء ربنا يحاسبه مش أنا. لا تكن يدي عليه، وفضل في الآخر لحد الآخر وهو يقول لا تكن يدي عليك أبدا. وابنه اللي فضل عامل انقسام في المملكة لمدة أكثر من 7 سنين قال عنه أنه رجل صديق. شوفوا داود بيقول إيه، بيقول ده رجل صديق، أنتوا ناس، أنتوا رجلان باغيان، بتقتلوا رجلا صديقا في بيته على سريره. يعني حتى ده لا في حرب ولا في تكافؤ، رجل نايم في بيته على سريره. برضو ده يكشف لنا قلب داود شكله ايه. لما جايين يقولوا له ده رأس إشبوشث ابن شاول عدوك الذي كان يطلب نفسك عشان يسخنوه، لهم لا، انا نفسي محفوظة في ربنا،
هو ربنا اللي فدى نفسي من كل ضيق. هو ربنا، دي النقطة الثانية اللي عايز أتكلم عنها. وبعدين هما برضو أكمل بس الحتة دي، وقد أعطى الرب لسيدي الملك انتقاما في هذا اليوم من شاول ومن نسله. إيه رأيكم في الكلام ده؟ كذب. حاطين اسم ربنا في العنوان إن ده شغل ربنا، وربنا كفأك يا داود، ربنا نصرك على أعدائك يا داود، ربنا عمل وسوى. قال لهم لا، أنا مش هتخدع بالكلام ده، ده مش ربنا، ده مش شغل ربنا، شغل الغدر وشغل القتل ده مش شغل ربنا. احنا مش هنتخدع علشان حكاية جاية في مصلحتنا فنقول ان ده شغل ربنا. لا، خسارة كبيرة ان احنا نقتل، واللي قتل هيتحاسب. ما ينفعش ان احنا نزوق الخطية بعنوان يبدو انه عنوان كويس وعنوان روحي ان ده من ربنا. زي بعيد عننا الجماعة اللي بيذبحوا الناس دلوقتي وهما بهو بينادي الله أكبر، يعني حطت ربنا علشان يداري بيه على جريمة بشعة، جريمة بشعة حتطلع عنوان يصرخ بعلو صوته علشان خاطر يداري يسكت حتى ضميره ما يتحركش إن ده ربنا اللي عايز. وفي أي إله حقيقي؟ إله 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 الإله الخالق المحب للبشر اللي خالق الإنسان على صورته يرضى بكده ولا يسمح بكده؟ خلينا بس في الفكرة بتاعت إن الإنسان ما يتخدعش بإنه يتحط له حاجة كده متزوقة يقول لك الله عمل. قد أعطى الرب لسيدي الملك انتقاما في هذا اليوم من شاول ومن نسله. طب وليه تحط دخل ربنا في جملة مفيدة؟ ليه دي مش مفيدة؟ دي خداع، ده خداع، ده خداع. واللي يتغلب على الخداع ده هو الإنسان اللي له علاقة حية بربنا، عارف ربنا كويس، يحس على طول الصوت ده مش من ربنا، المشورة دي مش من ربنا، الفكرة دي مش من ربنا، التصرف ده مش من ربنا، ما يجيش. بقى ناس جاية بعنف وقسوة يبقى من ربنا؟ دي مش طريقة ربنا. وهكذا بقى. ودايما اللي ينفعنا ان احنا دايما فاهمين عايشين مع ربنا، نتكلم معاه، بنقرأ كلامه، بنفهم كلامه، بنفهم طباعه، يوم لما يحصل حاجة نفهم ان دي من ربنا ولا من غير ربنا، مش من ربنا. لان في حاجات كثيرة اخطاء نتيجة أغراض شخصية والناس تزوقها بأنه إيه ده ربنا اللي قال كده، وده ده ده إحنا بننفذ كلام ربنا، وإحنا لا 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 لا، الخدمة تبقى كده ولا شغل ربنا يبقى كده ولا ده أسلوب ربنا خالص خالص. والشيطان دايما علشان يخلي الإنسان يبلع الخطية يغلفها له كده، يقول له لا ده دي هتبقى في المصلحة، دي في مصلحة داود، مش داود هو الممسوح من الله، دي في مصلحة داود كده، حلنا له الموقف. ما هو كان هيعمل ايه في إشبوشرث؟ حلناها له. لا، الغاية لا تبرر الوسيلة، لازم الوسيلة تكون سليمة عشان تحقق الغاية السليمة. لكن ما ينفعش يبقى عندنا غاية كويسة نستخدم لها وسيلة رديئة، وسيلة خاطئة، لا دي مش مقبولة قدام ربنا وما نلبسهاش لربنا. لا، فداود على طول انتبه، جايين يقولوا له كلام حلو، عدوك الرب دفع عدوك ليدك، الرب صنع انتقاما. أجاب داود قال لهم حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيق. اللي جالي وأخبرني إن شاول مات أنا قتلته لأنه ما يقدرش يمد إيده على مسيح الرب ويتبرأ، فكان بالحري إذا كان رجلان باغيان يقتلان رجلا صديقا في بيته على سريره. فالآن أما أطلب دمه من أيديكما وأنزعكما من الأرض. طبعا داود كملك كان قاضي فحكم بالقضاء وماتوا، خدوا راس إشبوشث حطوها، هو جسده في حتة تانية، حطوها مع أبناير
لأنه يعني أو دفنوا مع بعض. النقطة الثانية اللي عايز أتكلم فيها الحلفان الجميل ده بتاع داود ده، كان وقتها يقولوا حي هو الرب، ده الحلفان بتاعهم يعني في العهد القديم، يعني حي هو الرب، حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيق، الذي فدى نفسي من كل ضيق. واضح هنا انه داود مش بيحلف بحد مجرد هو الاله بتاعه اللي بيقدم له فروض العباده، لا، ده اله في بينه وبينه خبره، في بينه وبينه عشره، في بينه وبينه مواقف كتيره فدا منها. هو ربنا الفادي المنقذ، وداود كان حاسس بكده. داود كانت قوته مش في الجيش اللي حواليه، ولا في النفوذ، ولا في أموال، ولا كان رجل مسكين يعني من عيلة بسيطة وفقيرة، لكن كان حاسس دايما بالشركة مع ربنا. يا ما ربنا أنقذه. طبعا وقتها داود كان صغير لسه 30 سنة، بس كان 30 سنة وعنده خبرات هائلة زادت بعد كده، لكن لحد سن 30 ده أنقذه مرة من الأسد والدب، مش كده؟ كانت خبرة، صرخ لربنا في ظروف صعبة وربنا أنقذه، وقالها لشاول، قال له الرب الذي أنقذني من يد الأسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني الأغلف. أنقذه من جلياط مع أنها معركة كانت غير متكافئة بالمرة، ويعني لو حطينا توقعات ما حدش يتوقع أبدا أن داود هو اللي ينتصر، أبدا أبدا. ربنا أنقذه من شاول عدة مرات، ربنا أنقذه من الفلسطينيين، ربنا أنقذه من حاجات كتير، أنقذه من أنه يقع في خطية، خطية انتقام لنفسه لما تنرفز لما سمع كلمتين بايخين بقوله من نبال، وربنا بعت له أبي جايل وحس كده وقال لها ده ربنا أرسلك، مباركة أنت ومبارك عقلك، ربنا أرسلك علشان أنا ما غلطش. ربنا أنقذه، هو حاسس بالحاجات دي، هو حاسس وحيتصرف على في ضوء عشرته مع ربنا، عشان كده فهمهم على طول، ما خدعوهوش، فهم الناس دي على طول إن هو له عشرة حية مع ربنا. جميل قوي إن الإنسان يبقى دايما فاكر أعمال الله معاه، كيف فداه من كل ضيق، وهو الحارس، هو اللي بيحمي، هو اللي هو مش أي حد تاني، ولا جيش ولا نفوذ، ده ربنا اللي بيحمي. هما جايين يقولوا له خلصناك من عدوك، إيه رأيك بقى تدينا كام، تدينا مواقع ايه بقى جديدة عندك، خلصناك من عدوك وادي راسه. قال لهم هو انا مين اللي بيخلصني؟ بشر، ده ربنا هو اللي بينقذني من كل ضيق، انتوا ولا انتوا ولا غيركم تنقذوني، ده ربنا هو اللي حاميني، ربنا هو اللي بيفديني، ربنا هو اللي بينقذني، مش حد تاني. حي هو الرب الذي انقذ نفسي من كل ضيق. الله، فعلا هو ملوش في الدنيا غير ربنا، ملوش في الدنيا غير ربنا. طلبت وجهك ووجهك يا رب ألتمس، لا تحجب وجهك عني، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب عاضد حياتي ممن أجزع، عندما يقترب الأشرار مني لأكل لحمي، مضايقي وأعدائي عثر وسقطوا، إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، قام علي قتال ففي هذا نطمئن، لأنك أنت معي، إن سلكت في وسط ظلال الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيق. فعلا، وربنا عمل معانا كلنا مش بس مع داود، لو نقعد نفتكر كده ياما حاجات، مواقف كانت صعبة جدا وربنا أنقذنا منها بسلام، بسلام أنقذنا. فده يخلينا نتكل عليه باستمرار، نتكلش على زرع بشر، مفيش حد يوهمنا إن هو هيحمينا، مفيش حد يجي يتملقنا ويقول لنا أنا هنتقم لك من أعدائك، لا يا حبيبي، ما عنديش أعداء،
أنا عايز أكسب كل الناس، أنا بحب كل الناس وبصلي من أجل كل الناس، ما عنديش أعداء، وأتمنى الأعداء دول يصيروا أحباء وأصدقاء ويدوقوا محبة ربنا. لكن هو ربنا اللي بيفديني، حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيق. دول أهم نقطتين في الإيه؟ في الإصحاح ده. الإصحاح اللي بعديه بسرعة ناخده، طويل شوية لكن يعني برضو في نقط صغيرة خالص هناخدها في السكة وإحنا ماشيين. وجاء جميع أصباط إسرائيل إلى داود إلى حبرون وتكلموا قائلين: هوذا عظمك ولحمك نحن، ومنذ أمس ومن قبله حين كان شاول ملكا علينا قد كنت أنت تخرج وتدخل إسرائيل، وقد قال لك الرب أنت ترعى شعبي إسرائيل وأنت تكون رئيسا على إسرائيل. وجاء جميع شيوخ إسرائيل إلى الملك إلى حبرون، فقطع الملك داود معهم عهدا في حبرون أمام الرب، ومسحوا داود ملكا على إسرائيل. أنا بستغرب على الناس دي، يعني أنا بستغرب على الناس دي يمشوا مع الرايقة يعني برضو مع القوي. طب ولما أنتوا عارفين أن ربنا مسحه على إسرائيل، ما رحتلوش ليه من البداية؟ ما استقبلتهوش ليه من البداية؟ خايفين كانوا، قائد الجيش قال حاجة خلاص. اللي عايز يعمل شغل ربنا ما تفرقش معاه مهما كان مين اللي معاه القيادة، هو ماشي بحسب إرادة ربنا. ولو ربنا بيقول داود يبقى هو الملك، يبقى داود. لكن احنا علشان في قائد الجيش يعني عين واحد تاني وهو المتسلط، انهم احنا نسكت حاجة يعني ما اعرفش، بحس ان هي حاجة كده ما فيهاش شهادة للحق. يعني انتوا عارفين ده بيقولوا له ايه؟ هوذا عظمك ولحمك نحن. من امتى يعني؟ ما انتوا سبتوا شاول يطردوا، سبتوه اتغرب بره وهرب، وبقاله سنين مطارد ومهدد، وحتى بعد ما شاول مات ما رحتلوش، دلوقتي افتكرتوا ان احنا عظمك ولحمك؟ وطبعا داود كان طيب وعايز يلم الشمل، فيعني قبلهم تاني. وبيقولوا ده انت من زمان وانت اللي كنت البركة بتاعتنا اللي بتدخل وتخرج وبتعمل كل حاجة من ايام شاول ما كان ملك. تعرفين طبعا هو خد له كم سنة كده مع شاول يخدم في الجيش وبتاع مع شاول، وفي الاخر بقى شاول غار منه وعايز يموته، لكن خد له كم سنة الناس كلها كانت عارفاه. يعني فقالوا له وقد قال لك الرب انت ترعى شعبي اسرائيل، يعني انتوا عارفين ان ربنا اللي عمله ملك، وقالوا انت الراعي، تبقى الراعي بتاع شعبي اسرائيل وانت تكون رئيسا على اسرائيل. ما انتوا عارفين اهو، وما كنتوا ماشيين ليه مع ابن شاول ومع ابنير؟ خلاص داود يعني قال نلم الشمل. ساعات الناس بيبقوا ضعفاء مش قادرين يشهدوا قصاد طيار قوي، لكن الموجة عالية ما اقدرش اتكلم، بس الموجة عالية عليا. اوكي، مش كل الناس تقدر تتكلم، فلما كنا الطيار ضدهم يسكت بقى يقول لك ما انا مش هقدر، الموجة عالية قوي. وفي ناس تشهد للحق، تفرقش معها عالية ولا واطية. حاسب يا يوحنا، انت بتقول لمين؟ ده الملك، ده هيرودس هيموتك، تقدرش تتكلم؟ قال لا ما اقدرش اتكلم، يعني ايه؟ لازم اقول كلمة الحق، انا مسؤول قدام ربنا ان انا اقول كلمة الحق، انا مرسل من الله لاشهد للنور، انا مرسل من الله لاشهد للنور. لا يحل ان تكون لك امرأة اخيك. حاسب يا يوحنا، لا، قال كلمة الحق، قال كلمة الحق. عشان كده كان سمعته في انجيل النهارده والملك غبريال بيكلم زكريا قال له هذا يكون عظيما امام الرب، هذا يكون عظيما امام الرب. تقولي ده يعني دخل نفسه في مشكله وبسرعه خالص ومات بسرعه ملحقش؟ لا، اصل هي مش بالمده، اصل هي مش بالسنين الطويله ولا بالانجازات الضخمه ولا بمده كبيره، خدم كم شهر
بس كان عظيما أمام الرب الوحيد اللي احنا مع الستة العذراء نقولهم بشفاعة قديس يوحنا المعمدان، له دلة أمام الله وله شفاعة أمام الله. كثير من الأيقونات الأرثوذكسية ترسم دايما السيد المسيح جالس على العرش، الستة العذراء ويوحنا المعمدان في وضع الشفاعة في وضع الصلاة قدامه، لهم دلة عنده شهدوا للحق، ما فرقش معاه هيرودس ولا غير هيرودس، الغلط غلط لأن ده نموذج للناس كلها، الشريعة بتقول كده، فأنت الملك هتخالف قدام كل الناس، الناس كلها هتعمل زيه. فقال له لا، لا يحل لك شهادة للحق، موجة عالية ما تفرقش موجة عالية ولا مش عالية، ولاد ربنا بيبقوا زي الصخر، الموجة هي اللي تتخبط وهي اللي تتبعتر والصخرة ثابتة في مكانها، مهما كانت الموجة تقيلة وصعبة الصخرة ثابتة في مكانها، ولاد ربنا كده. هنا دول يعني غلابة بقى ضعفاء ماشيين شوية مع ده وشوية مع ده، داود يعني لمهم لأنهم كانوا زي خراف بلا راعي، زي ما احنا شايفين في الإصحاحات دي مستوى الروحي بتاع الناس ضعيف للغاية، الخطية سهلة والقتل سهل والغدر سهل ولخبطة لخبطة، فيعني خدهم كده بقى يبتدي معهم من تحت كده ويطلع بيهم ويرقيهم شوية شوية. فقطع معهم عهدا في حبرون ومسحوا داود ملكا على إسرائيل واعترفوا به ملكا على كل بقى إسرائيل. وكان داود ابن 30 سنة حين ملك وملك 40 سنة. احنا عارفين ان هم الثلاث ملوك كل واحد ملك 40، شاول ملك 40، داود ملك 40، وسليمان ملك 40. في حبرون ملك على يهوذا 7 سنين و6 أشهر، وفي أورشليم ملك 33 سنة، يبقوا كده على بعض 40 سنة وكم شهر على جميع إسرائيل ويهوذا. وذهب الملك ورجاله إلى أورشليم إلى اليابوسيين سكان الأرض. اليابوسيين دول كانوا واخدين جزء صغير كده في أورشليم كانوا عايشين فيه. فكلموا داود قائلين لا تدخل إلى هنا ما لم تنزع العميان والعرج، أي لا يدخل داود إلى هنا. فأخذ داود حصن صهيون هي مدينة داود، وقال داود في ذلك اليوم أن الذي يضرب اليابوسيين ويبلغ إلى القناة والعرج والعمي المبغضين من نفس داود، لذلك يقولون لا يدخل البيت أعمى أو أعرج. يبدو أن ده زي تقليد كان عند اليابوسيين، والمنطقة نفسها كان فيها عمي وعرج بيشحطوا أو حاجة زي كده، فداود ما عجبوش، يعني داود كان يحب أن المكان كله يبقى يعني مفتوح للكل. ويمكن تفتكروا لما السيد المسيح شاف المريض بتاع بركة حسدة، كان في بيقولوا بركة بيت حسدة دي كانت في المنطقة بتاعت اللي هي اللي فيها اليابوسيين دول، وكان في ملاك بينزل يحرك الماء، وكان مرضى وعمي وعرج وعسم ومشلولين وكتير موجودين، فهم كانوا عايزين يخلصهم، لكن طبعا داود مرضاش يعني. وأقام داود في الحصن وسماه مدينة داود، وبنى داود مستديرا من القلعة فداخلا، وساب اليابوسيين دول موجودين. يعني هيجي لهم قصة بعد كده، يعني هيجي لهم في آخر السفر قصة لطيفة يعني بتاعت واحد منهم هيقدم البيدر بتاعه ويقدم المنطقة بتاعته عشان يتبني فيها الهيكل. لكن داود خد جزء تاني وعمل الحصن وسماه مدينة داود، وبنى داود مستديرا من القلعة فداخلا، وكان داود يتزايد متعظما والرب إله الجنود معه. وأرسل حيران ملك صور رسلا إلى داود وخشب أرز ونجارين وبنائين، فبنوا لداود بيتا. كويس، ده رجل إيه؟ طبعا ده رجل وثني، بس يعني عايز يعمل سلام، فبعت هدية للملك الجديد وقالوا له إحنا عندنا ناس بروفيشنالز بنجارين على مستوى عالي ويعملوا لك حاجة كويسة، ويجيبون والخشب كمان هدية من عندنا. فراحوا إيه؟ بنوا له بيت. وعلم داود أن الرب قد
أثبته ملكا على إسرائيل، وأنه قد رفع ملكه من أجل شعبه إسرائيل. وأخذ داود أيضا سراري ونساء من أورشليم بعد مجيئه من حبرون، فولد أيضا لداود بنون وبنات، وهذه أسماء الذين ولدوا له في أورشليم: شموع ويباب وشباب وناثان وسليمان وبيجار وأليشوع ونافج ويافيع وليشمع وأليداع وليفلط. وسمع الفلسطينيون أنهم قد مسحوا داود ملكا على إسرائيل، فصعد جميع الفلسطينيين ليفتشوا على داود. كان لسه الدنيا يدوبك يعني مثلا زي هدنة صغيرة كده بين اليهود والفلسطينيين، وكان لسه يعني الفلسطينيين إيدهم قوية على شعب إسرائيل، وفاكرين إحنا إن هم قتلوا شاول في معركة كبيرة مات فيها كتير من اليهود. فلما لقوا إن داود يعرفوه يعني سكن عندهم شوية، فلقوا إن هو بقى الملك فطلعوا يحاربوه. ولما سمع داود نزل إلى الحصن، وجاء الفلسطينيون وانتشروا في وادي الرفائيين، وسأل داود من الرب قائلا: أأصعد إلى الفلسطينيين؟ أتدفعهم ليدي؟ دي مش أول مرة يسأل ربنا، دايما كان في كل حاجة يسأل ربنا. جميل، أي حاجة بتصرف فيها أنا بشتغل لحسابك يا رب، فأنت تقول لي من فضلك أتحرك إمتى وأقف إمتى، أمشي في أنه اتجاه أنت عايزه. فقال الرب لداود: اصعد، لأني دفعا أدفع الفلسطينيين ليدك. فجاء داود إلى بعل فرسيم وضربهم داود هناك، وقال: قد اقتحم الرب أعدائي أمامي كاقتحام المياه. يكون زي فيض مياه كده تكسر زي سيل يكسر قدامه كل حاجة، فربنا اللي اقتحم الأعداء. يعني هو انتصر في الحرب، بس هو بينسب هذا الانتصار لمين؟ لربنا اللي قال له اصعد وأنا أدفعهم ليدك. لذلك دعي اسم ذلك الموضع بعل فراسيم، وتركوا هناك أصنامهم فنزعها داود ورجاله. يعني هم منهم اللي وقع مات ومنهم اللي هرب وسابوا الأصنام بتاعتهم، فداود حطمها كلها. ثم عاد الفلسطينيون فصعدوا أيضا وانتشروا في وادي الرفائيين. فسأل داود من الرب برضو تاني، كل خطوة يسأل ربنا، فقال: لا تصعد، بل دور من ورائهم وهلم عليهم مقابل أشجار البكا عندما تسمع صوت خطوات في رؤوس أشجار البكا، حينئذ احترس لأنه ازداك يخرج الرب أمامك لضرب محلة الفلسطينيين. ففعل داود كذلك كما أمره الرب، وضرب الفلسطينيين من جبع إلى مدخل جازر. برضو إيه، دي معركة تانية. بعد كده هيبتدي بقى يدور إن هو يصعد تابوت الله من منطقته عشان يدخله على أورشليم. فالمرحلة دي كلها مرحلة في بداية ملك داود، واضح فيها إن داود حاسس بالنعمة اللي ربنا عطاها له، حاسس ان ربنا هو اللي فدى نفسه من كل ضيقة، حاسس انه ما يقدرش يتحرك ولا خطوة الا لما يستشير ربنا. وقبل كل حاجة بيسأله وبيجمع الشمل، يعني جمع شمل المملكة. لسه فيش سلام كامل لان لسه الفلسطينيين بيعكسوا معاه، وهيفضلوا شوية يعني يفضلوا شوية كده في خلال ملكه. الدنيا مش هتهدى على داود غير في الاواخر، يعني مش هتهدى على داود غير في أواخر حكمه. هيسلم لسليمان المملكة هدية وفي سلام كامل، وما فيش أي حرب مع الأعداء. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. أمين.